مؤاخذة نورة اتأخرت عليك يا بنت. فك التكشيرة دي، ده انا جايبلك فطار ملوكي. مؤاخذة، مد ايدك بقى كلي معايا لقمة، ده احنا بقينا عشرة. عشرة مهببة؟ هو انت مش قلت انك هتروحني بعد ما اتكلم ابراهيم؟ زهقتي مني ولا يا نورة؟ هو انت هتلحس كلامك معايا ولا ايه؟ لا زناتي ما بلحس كلام، بس انا فهمت اخوك النظام، يسلمني اللي عنده سلمه اللي عندي ونبقى حبايب. وادينا رايح كمان شويه اهو، على الله يصدو عشان تروحي. ولو انك هتقطعي بيا يا بنت نورة، وافرض ما عرفش يعمل اللي انت عايزه؟ ما تقدريش البلاء قبل وقوعه بقى يا نورة، بلاش الكلام اللي يسد النفس ده على الصبح. لاحسن اخوك لو ما صدقش معايا هنتحشر انا وانت وهو حشره سودا ما يعلم بها الا ربنا، ويا عالم هتودينا لفين. كل يا نورة كل، كل يا اختي تلاقيك على لحم بطنك، كل كل يا بنت ما تخافيش، انا زي اخوكي برضه. كل يلا بينا حسين بيه. يلا حسين، يلا اتكل على الله بقى، روح مشوارها السريع وابراهيم يروح مشواره ونرجع نتقابل هنا. ماشي منصور ومجبور باذن الله. انا هوصل ابراهيم وروح سيدنا الحسين اصلي ركعتين، هدعي لك ان ربنا ياخد بيدك ويعمى عينيهم عنك. بس اوعى تنسى وانت داخل تقول اللي قلت لك عليه، واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. ماشي يا عم صالح، خلي بالك من نفسك يا ابراهيم. ها مالك قلب وشك ليه؟ ما انت رايح تطمن على بنتك. بس خلي بالك بقى وانت طالع عند الدكتور ولا نازل حد يشوفك. ماشي يلا يا ابراهيم، توكلوا على الله. اديني بقى ايدك الطاهرة دي. بس انت قلت لي انك مش هتربطني الا لو عملت حاجه. لا ده كان في القهوه يا حلوه، لكن دلوقتي احنا دخلنا في الجد وانا رايح اقابل اخوك في مطرح بعيد، وبصراحه كده ما بضمنش ابويا. سلي نفسك انت كده واقعد ادعي ان اخوك يبين كرامه عشان نرجع لك بسرعه. لا مؤاخذه يا نور، معلش. يا رب عاوني تكون قريت الملف كويس. ملف ايه؟ قضية سليم الأنصاري، ما هي كانت عندي قبل ما تجيلك. طبعا قريته، وقريته كويس قوي كمان. طب وايه رأيك؟ لا رأيي ده هكتبه في تقرير وهرفعه لسيادة اللواء عماد مدير الإدارة اللي سحب منك الملف وجابهولي. يا أخي بيقول لي حاجة غريبة قوي، ما لقاش أي تقدم بيحصل في القضية. فهمت. طيب إحنا باعتبرنا زمايل، يعني أكيد هتحتاج لي في حاجة، في أي معلومة، في حاجات أنا ممكن أفيدك فيها يعني. الحقيقة صراحة أنا ما أعتقدش إن عندك معلومة ممكن تفيدني، وإلا كان زمانك قبضت على سليم الأنصاري بنفسك. إلا بقى لو أنت سبته يهرب بمزاجك. مش صلاح الطوخ اللي تقال له الكلام ده عاوني. انت عارف صلاح الطوخ كويس قوي. عموما انا قلت اعمل اللي عليا وعملت حساب للزماله اللي بينا، لو احتجت لي انا موجود. بقول لك يا صلاح، انت عارف كويس قوي ان انا وانت طريقتنا مختلفه في الشغل، وانت فشلت ان انت تجيب سليم الانصاري بسبب طريقتك دي. والملف لما جالي انا ليا طريقتي، وهعرف ازاي اجيب سليم الانصاري. عربيه زنتي مش موجوده يا ريس، ومراته شويه هتلاقيها نازله. على الله بس متاخرش، مش ينفع نفضل هنا كتير. انت ناوي برضه تخش من الباب الرئيسي؟ لازم باب الرئيسي، احنا بالنهار عملنا اي حركه غريبه الناس تاخد بالها، لازم نتصرف طبيعي. مش بس القلق. مفيش قلق، متقلقش، سيب على الله. هي دي مراته؟ اه هي دي. ماشي عينك على الشارع، لو في اي حاجه غريبه كلمني. ها تحت امرك. ماشي
ازيك يا ابو خليل؟ جدع انك سمعت الكلام وجيت. نوره فين؟ نوره بخير يا ابراهيم، ما تخافش هتبقى بخير اكتر لو سمعت كلامي. ما قلت لك ان انا تحت امرك، بس اهم حاجه نوره ترجع. هترجع ابراهيم، بس تسلمني وسلمك. لا حلو كده، البيعة تبقى خسرانه. يعني ايه؟ يعني سليم الانصاري مش تمن رجوع نوره وبس. طلعت مخربش يا ابراهيم، قالوا انا اللي كنت فاكرك غلبان. عاشر الام، وبعدين ما انا غلبان طول عمري. خدت ايه؟ يخلص ابراهيم عاوز كام؟ مش عايز فلوس. انا هعمل ايه بالفلوس وانا هربان؟ امال عاوز ايه يا ابراهيم؟ انا عايز براءتي. نعم اخويا، تعملها لك ازاي دي؟ ماليش دعوه، انا بعد ما اسلمك سليم مش هلاقي حته اروحها ولا حد هيمدي لي ايده، وهفضل برضه مستخبي وهربان لحد ما يمسكوني في الاخر. انا مش عايز حاجه غير حقي، انا ما سرقتش حاجه. الواد زلطه صبي حسن الضبع هو اللي سرق العهده بتاعتي من الدولاب، هو بقى اللي يشيل شيلته. قلت ايه؟ يعني كده اتفقنا؟ خلاص يا ابراهيم بقى، قلت لك سيبنا اشوف لك صرفه. الله، انت لسه هتشوف صرفه؟ انا مش فهمتك هتعمل ايه. خلاص سلمني سليم الانصاري وانا عناي ليك. لا يا حبيبي، ما يبقاش ابني في حضني وادور عليه وانا بصراحه كده مش واثق فيك. يعني انا اللي واثق فيك يا ابراهيم؟ خلاص طالما احنا الاثنين مخونين بعض يبقى نقطع الورقه من النص. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تخلص لي ورق القضيه اسلمك سليم. لا يا حبيبي ما ياكلش. خلاص أختك عندي. أختي مش هتبقى الورقة اللي هتلوي بيها دراعي عزناتي. أختي مش هتقدر تأذيها في حاجة. أنت مش ناقص، كفاية البلاوي اللي متلتلة عليك. أكيد. بص يا زناتي، ده حق ربنا عشان نبقى كلنا تراضينا زي ما بتقولوا. ماشي يا إبراهيم، كلمني بالليل وأقول لك أنا عملت إيه. بس اعمل حسابك لو حصل عوق نورة هتموت. أهم شغلة من اللي مات وهيمة. وانا مش عبيط عشان اضحي باختي عشان خاطر سليم الانصاري. مهما كان غالي عليا مش هيكون اغلى عليا من اللحم. لا ناصح ايوه، عموما هستناك تكلمني. سلام ابو خليل. يا سليم بيه، زناتي جه. داخل يعني عليا خلاص؟ طلع عليك، طلع عليك. ماشي خلاص، الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. مش فاكران قلت النار والجرح، كل ما اجي افرح دايما بتعزيني. يا صفاء، انا وصلت. انت فين؟ طب انجزي الاحسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى، انا عشان ريحتي تقرف من نومه المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روحي. سلام. عمالة فيا تشيل.
جيت يا صفاء؟ جيت يا اخوي. اتليفت ولا جا ليفك يا حبيبي؟ تعالى 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 تعالى. يا اسحاق، هو لعب عيالي يا اخي. حاج عزام، ما انا قلت لكم كده وانتوا افتكرتوني بعرك. الراجل بصراحه زهق وحاسس ان هو بيربي فلوسه على الارض. هو احنا قصرنا في حاجه يا اخي؟ قلت لكم سيبونا شويه لحد ما نتصرف مع الراجل صاحب البيت. وسيبناكم بدل الشويه شويه. ايه اللي حصل؟ ها؟ مفيش حاجه حصل بصراحه كده. انتوا مش هتعملوا حاجه ولا هتقدروا على الراجل ده. سيبونا بقى نلقط عيشنا في حته تانيه. تلقط عيشك مين يا جدع انت؟ في ايه؟ عليا الطلاق، ما حد يقدر يحط رجله في الارض دي طول ما انا موجود. انت جرالك حاجه؟ باش خطيه، انت ساكت ليه؟ اسحاق عنده حق يا حاج، الموضوع فعلا مسخ قوي ولازم له نهايه بقى. الله ينور عليك يا مولانا، الله ينور عليك. اظن كده بقى عدنا العيب. لا يا اسحاق، العيب هو اللي انتوا عايزين تعملوه. احنا مش عشرة يوم. قول للخواجه بتاعك موضوعها هيخلص. خلصنا يا شيخ عطية بقى، خلصنا يا اخي. النهارده يا حاج الموضوع هيخلص النهارده. بالذوق بالعافيه هيخلص. بس انتوا قولوا يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلت لك الحمد لله رجعت مجبور الخاطر؟ الحمد لله يا عم صالح، بركة دعواتك بقى. طب يلا يلا اركبوا. يا هيما طمني، عملت مع بنتك؟ يلا يا استاذ. وانت ضامن الجدع اللي اسمه ابراهيم ده كويس؟ ما يقدرش يلعب معايا الدنيئه طول ما اخته معايا. والنبي يا عيني، البت دي صعبانه عليا. هي يعني كان ذنبها ايه؟ وانا هاكلها؟ بعدين هو مين فينا كان ليه ذنب في اللي بيحصل ده يا صفاء؟ انا مش قصدي. قول لي. البت دي صحيح حلوه؟ يا نهار اسود ومنيل، حلوه ايه ووحشه ايه وانا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ليه غيرك يا بت؟ قول لنفسك يا اخويا. عارف يا زنتي؟ لو الشيطان كده يوزك وتحاول تهرب ناحيتها، والله العظيم تلاتك لك بسناني انت وهي. طب والنبي على نفسي تاكليني بسناني. يا سلام. سيبك من البت دلوقتي، خلينا في اخوها. اه صح، انت ناوي تعمل ايه اللي طلبه منك؟ والله ما قدامش غير سكه واحده بس يا صافي، واديني ماشي فيها لما نشوفها تودينا لفين. هو انت عارف انها مش في البيت يا ابراهيم؟ ايوه سميحه عارف، ما تخافيش. عارف منين؟ وما خافش ازاي واحنا ما نعرفش عنها حاجه؟ يو بعدين معاكي بقى يا سميحه، قلت لك مالكيش دعوه، انا هتصرف يا سميحه ونور هترجع البيت ان شاء الله. هترجع منين؟ هو انت عارف هي فين من اساسه؟ يو بقول لك يا سميحه، ما تندمنيش ان انا كلمتك عشان اطمنك. طب انت فين؟ مالكيش دعوه يا سميحه، هانت يا سميحه ان شاء الله، كلها يومين ثلاثه والهم ده يزيل عننا كلنا باذن الله. يا رب يا ابراهيم. مع السلامه يا حبيبتي، خلي بالك من بنات يا سميحه. حاضر يا حبيبي. ايه يا باشا؟ وانا زعلتكوا في حاجه؟ الله، هو من زمايلك البشوات برضو بيوصل لهم المعلوم كل شهر وكل واحد بياخد حقه تالت ومتلت. ليه بقى الحوارات دي كلها؟ ولا انتوا زي القطط تاكلوا وتنكروا؟ قطط؟ بص يا معلم حسني، الامان اللي انت بتوكلهم انا ماليش فيهم، ده شغلكوا يابا وانت ادرى بيه. انا لا دي منطقتي ولا دي دايرتي ولا انا بشتغل بالنظام ده من اساسه. سبحان الله،
انت بتغني وترد على روحك يا باشا؟ لما انت مالكش فيه جايبنا هنا ليه وتفتح لي قصص وحواديت؟ عشان ارسيك في اللي عايزك، عشان انا اعرف عنك كل حاجه، ولو عايز اقلب عليك الدنيا هقلبها في ثانيه. الله، هي تلاكيك يا باشا وشكل للبيع ولا ايه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ هيبقى في لو ما سمعتش كلامي وطوعتني في اللي عايزك عشان. عايزني؟ خير يا باشا؟ ابراهيم السني اطيعك، ماله الزفت ده؟ عاوزينه يطلع براءه. عاوزينه؟ مين اللي عاوزينه؟ بيطلع براءه ازاي؟ انت اسئلتك كتير ليه يا معلم حسني؟ انا اللي عايزه يطلع براءه، يا اما بقى هزعل منك واقلب على الوش التاني، عشان كده رسيتك الوش التاني عامل ازاي؟ يا باشا انا مالي؟ اولا كنت قاضي. سيبك بقى يا معلم من جو جعلون المجرمين ده عشان ما ياكلش معايا. صبيك اللي اسمه زلطه يشير الليله ويا دار ما دخلك شر. وزلطه يودي نفسه في داهيه ليله مؤاخذه. ده حوارك انت بقى يا معلم، انا ماليش فيه. ولو غالي عليك حد غيره يشيلها. انا اللي يخصني في الموضوع ابراهيم السني يطلع من الليله دي براءه. انا لا غالي عليا ولا طايق اشوف وشه، ده واد رزل ومالوش اي لازمه. حلو قوي. ولو مش هتعرف تخليه يشيلها بمزاجه يشيلها غصب عنه. غصب عنه ازاي يا باشا؟ بقول لك يا معلم، هي صعبه عليك يعني؟ زي ما شيلتها ابراهيم تشيلها له؟ عيلين من صبيانك يروحوا يشهدوا عليه في النيابه ان هو اللي عملها، وتبقى خلصت على كده. اظن سهله دي. هي مش سهله بس ليها حل. يبقى تسمع مني بقى عشان اقول لك هيقولوا ايه بالظبط. ايوه يا باشا، بس لا مؤاخذه يعني انت مهتم قوي بموضوع ابراهيم السني ده، انت تعرفه منين لا مؤاخذه عشان تعمل له ده كله؟ مالكش فيه يا معلم، ابراهيم يخصني وبراته تخصني، غير كده مفيش. طب انا بقى اللي يخصني ايه؟ ده انا هبيع عيل ولد صبياني، اعمل ده كله ليه؟ لوجه الله؟ عشان تتقي شري. شر البليه ما يضحك يا باشا، على راي المثل الاذيه ليها الف ناب. ماشي، بص يا باشا، وشرك ده لا مؤاخذه انا عندي ليه الف حل عشان اتقيه، بس بصراحه بقى انت عجبتني ودخلت قلبي وهنفذ لك كل اللي انت عايزه، بس انا ليه مصلحه عند ابراهيم وانت اللي هتخلصها. مصلحه؟ اه، مصلحه ليا وليه. انجز يا حسني وقت اللي في جوفك. نسب، انا طالب القرب من ابراهيم في اخته نوره، هسلمكوا زلطه ونشرب شربات براءة ابو خليل مع شربات جوازي من نور اخته في ليله واحده، وانت اللي هتشهد على العقد. ماشي يا باشا؟ لا اله الا الله. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. ايه يا سليم الافترا ده؟ اللي عمل فيها كده ربنا ينتقم منه. وانا هلاعبهم بالفيديو ده، اخليهم ياكلوا في بعضهم. انا عايز افهم، ما جبتش الموبايل التاني ليه؟ ما ينفعش يا هدى، الموبايل التاني لازم يفضل هناك، لازم زانتي والناس اللي معايا يفضلوا مطمنين. ده الظاهر عطية، خشوا انتوا جوه دلوقتي. يلا قوموا معايا. مين؟ أنا الشيخ عطية. خير يا عطية؟ استنوني انتوا في العربية. خير يا حضرة الناظر؟ وأنا أمثالي برضو بيجي من وراهم غير كل خير. عمرك ما كنت بخيل يعني؟ مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ يا راجل، ده انت مضايف الأغراب اللي ما تعرفش عنهم حاجة في بيتك، ما بالك بقى بكبير البلد وابن كبيرها. يا لهوى نورة، أما طلعت نمرة يا بت نورة، ما كنتش أعرف إنك مدوراها كده، أصل شكلك غلبانة يا بت، بس الظاهر كده مفيش حد غلبان غيري. ده الراجل تعبان من ناحيتك على الآخر. إلهي ربنا ياخده البعيد، هو عايز إيه مننا؟ مش كفاية اللي عمله فينا؟ الشهادة لله وعريس زي الأطرال. بس هنقول إيه بقى؟ أدي الله وأدي حكمته. وأنا عملت اللي عليا، الباقي عليك أنت وأخوكي بقى. وبيني وبينك أنت لو عايز تاخدي رأيي توافقه. هو لما تعيشي مرات حسن الضبع احسن ما تموتي عزب ولا ايه؟ اسمع يا عطيه، الوقت متاخر وانا راجل كبير، فاقول الكلمتين اللي عندك من غير لف ودوران. ولو ان طول عمري ماليش في اللف والدوران يا حاج صالح، بس ماشي بقى. نبينا عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لئلا تكون فتنه. صح صح.
أنا جاي طالب إيد بنتك يا حاج صالح. هدى؟ هو أنت عندك غيرها تصلح للزواج ولا إيه؟ بس اللي أعرفه إن أنت عندك اتنين ولا زادوا؟ لا هما اتنين يا حاج صالح، وهدى إن شاء الله هتبقى التالتة. آه، وعملت حسابك على الرابعة ولا لسه؟ يا رزاق بقى حضرة الناظر. سبحان الله. بس ايه اللي طلعها في دماغك تيجي تطلب بيت بنتي انا وفي الوقت ده بالذات؟ والله هو الموضوع في بالي بقاله فترة كبيرة. انا عارف ان هدى هينقصها بعض الاشياء، بس ان شاء الله هتكملها في بيتي لما تقعد مع اخواتها تتعلم منهم وتعرف نظامنا ايه. هدى ينقصها بعض الاشياء وانت بقى اللي هتكملها لها؟ ينقصها مثلا انها ترتدي النقاب بعد قرايه الفاتحه على طول، والباقي تكمله لما تعيش في وسط البيت وفي وسط اخواتها. اه طب انا ما عنديش بنات للجواز. اعقل الكلام اللي بتقوله يا صالح. يا صالح، وجاي تقول لي ترضون دينه وخلقه؟ يا قليل الربايه، انت مش عارف انا مين وممكن اعمل فيك ايه يا صالح؟ انهي دين ده اللي بتتكلم عنه يا افاق؟ انت جاي تقول لي انا ربكم الاعلى زي فرعون؟ امشي اطلع بره والا هضربك بالجزمه زي زمان عشان تتربى. تضرب مين يا مرتد يا ملحد يا حجر جهنم انت؟ مش كفايه ان حايش عنك الناس وعامل اعتبار لسنك؟ اسمع، بنتك هتبقى زوجتي وتنول شرف انها تشيل اسمي، وانت هتسيب البيت ده وتيجي تعيش معايا في الدوار، يا اما ترحل انت وبنتك وتشوف لك حته تانيه وبرضه هتسيب البيت. وقسما عظما وانت تعلم ان ابو مصعب اذا اقسم ابر، لخليك عبره لمن يعتبر. انت جاي تهددني في بيتي يا حرامي يا ابن الحرامي؟ انت عارف ان انا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش ديه؟ شيل ايدك من على سلاحك بدل ما اهلك يزعلوا عليك. طب احمد ربنا يا اخي ان انا جاي الم لحمك بدل ما انت سايبه الكل من هب ودب كده. اوضه خطيبتي وريت فتحتها امبارح، ما تحسبهاش كتير، ايسر الشر واتكل على الله. بدل ما انا اللي قسم العظم هضربك بالنار. الشر انتوا اللي جبتوه لنفسكم. اسمع يا صالح، قدامك فرصه ثلاث ايام تلم فيهم حاجتك وترحل من هنا، يا اما انت المسؤول عن اللي هيحصل لك. ثلاث ايام بالعدد يا صالح، وقد اعذر من انذر، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. جمعوا لي الاخوه كلهم الليله دي وعن بكره ابيهم، قولوا لهم ابو مصعب عايزكم في امر جلال. معلش يا عم صالح لخبطت لك الدنيا، بس ما كانش ينفع اتفرج عليه وهو بيغلط فيك. يا ابني حصل خير وكتر خيرك، احنا دنيتنا طبيعي متلخبطه من الاول، وان الاوان انها تتعدل. يلا اتفضلوا ناموا والصباح رباح. والله مش عارفين ننام ازاي في الهم ده يا شيخ صالح، انا خايف للشيخ مصعب ده جاي يرمي علينا حزام ناسف في اي لحظه. يا ابراهيم ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير. يلا ناموا تصبحوا على خير. يلا يا هدى. معلش يا هدى، مش عارف انا قلت كده ليه، بس يعني ما كانش في حل غير ده. تصبحوا على خير. والله ابراهيم انا حسيت انت اللي نحستني، مال انا بحنان وابو مصعب؟ انا ناقص. صحيح
ممكن انا اللي اكون نحسته فعلا. انا هبلغ بقى ولا اسلم نفسي انا كمان. يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. طب في الاخره هيتسووا في نار جهنم والعياذ بالله. انما في الدنيا ده امر للمؤمنين ان يلحقوا بهم العذاب الاليم. احنا سكتنا كتير قوي يا اخوانا على الراجل اللي اسمه صالح ده، وتحملنا منه ما لا يحتمل عشان نقي نفسنا واهلنا شر افكاره المسمومه وكلامه الشيطاني، وعملنا حساب للجيره وللعشره كما وصانا النبي عليه الصلاه والسلام. انما يصل به الامر انه يعيش اتنين رجال اغراب في بيته مع بنته، ده اللي لا يرضاه لا شرع ولا دين ولا اخلاق حتى. واحنا ما نبقاش رجاله ولا قائمين على اقامه شرع الله وحدوده في الارض لو سكتنا على الفحش والرذيله. انا النهارده اديته مهله اخيره وطلبت منه يرحل عننا بسلام. اذا رحل واستجاب ورضخ كان بها، واذا جنحوا للسلم فاجنح لها، اما اذا ركب هواه وربنا سلط عليه شيطانه فملوش عندنا غير العذاب الاليم. وكما قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. إيه رأيك بقى في المكان؟ حلو مش كده؟ مش بطال يعني. مين بقى قايل لك عليه؟ وانت مش عارفه المكان هيبقى جوزك ولا ايه؟ سيبك من المكان. ودي اللي قلت ايه؟ في ايه يا شادي؟ في السفريه يا انجي. صدقيني احنا الاثنين محتاجين ده. رحت ايضا سنغافوره وماليزيا نعمل شهر عسل جديد. قلت ايه؟ معرفش بصراحة، هشوف وأقول لك. إيه مالك؟ شفت عفريت؟ بصراحة آه، وانيل كمان. بسم الله ما شاء الله، أنا مش بحسد ها؟ يعني عصفورتين كلاري قاعدين في المكان. الله يخرب بيتك، اسمها كناريا، أنت ضايع. مش عارف بقى، إزيك يا إنجي عاملة إيه؟ أهلاً. هو أنت يا ابني مش قلت لي إنك هتنام؟ ايه اللي نزلك؟ والله يا معلم كنت هنام فعلا، بس انا ما عرفتكوش. دينا صاحبتي شادي اكتر من اخويا، انجي مراته. طيب انتوا شكلكم كنتوا قاعدين قعده رومانسيه وانا جيت فصلتكم، فهسيبكم بقى لمشاعركم وانا جنبك هنا. يا عم تعالى اقعد معانا. لا لا شويه كده واجي لك. مبسوط يا انجي قوي اني شفتك، عن اذنكم. يعني يوم ما تخرجني في مكان هتخرجني في مكان تامر اللي قايل لك عليه؟ وكمان جايبه يتفرج علينا؟ احنا مش فرجه يا انجي. وبعدين الراجل احنا قابلناه صدفة. مين بقى البنت اللي معايا دي؟ شكلها شمال قوي. مالناش دعوة. خلينا في موضوعنا. قلت ايه؟ انا عايز امشي يا شادي. ابو خليل انا خلصت لك مع حسن الضبع خلاص، بس هو لي شرط. يتجوز نورة. وأنا موافق. خلصوا لي القضية الأول وبلغوني. هسلمك سليم تسلمني نورة ونكتب كتابة على حسن الطابع.